الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر تشرين الأول يحمل معه انخفاضاً لافتاً على درجات الحرارة الليلية وتعمقاً لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر نهاية الأسبوع. التفاصيل في النشرة الأسبوعية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. إذن في النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، الأسبوع الأخير من شهر تشرين أول أكتوبر، يتوقع أن تتأثر المملكة خلال هذا الأسبوع باندفاع لكتلة هوائية ذات درجات حرارة أبرد من المعتاد وأبرد من المعدلات، تقترب من المنطقة الأمرد سياما على انخفاض متتالي في درجات الحرارة في ساعات الليل على وجه التحديد، والأمر الذي سيؤدي أو سيعمل على جعلنا نرتدي ملابس أكثر ثقلا في ساعات الليل. في ساعات النهار تبقى الأجواء لطيفة مع تغييرات مرتقبة على الأجواء مع نهاية هذا الأسبوع بسبب تعمق تأثير منخفض البحر الأحمر. نبدأ النشرة الجوية بالأسبوعية بيوم الأحد، تتوقع أن تسود المملكة أجواء لطيفة في ساعات النهار ومشمسة في مختلف ومعظم مناطق المملكة. تكون درجة الحرارة العظمى في العاصمة من حوالي 22 درجة مئوية، هي دون المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. 29 درجة مئوية في العقبة، 24 درجة مئوية في معان والبادية الجنوبية، 19 درجة مئوية في جبال الشراء، 24 درجة مئوية في مدينة إربد، وفي البادية الشرقية ترتفع إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار. لكن في ساعات الليل تهبط درجات الحرارة، مثلا في العاصمة عمان إلى 13 درجة مئوية، تلامس 10 درجات مئوية في مناطق السهول الشرقية والجبال العالية بما في ذلك جبال الشراء، وتكون الأجواء باردة نسبيا بشكل عام في ساعات الليل في مناطق عدة من المملكة. يوم الاثنين لا تغييرات هامة على الحالة الجوية في مختلف المناطق، تكون الأجواء مشابهة تماما لما هو عليه الحال يوم الأحد. الأجواء تكون لطيفة خريفية نهارا لكنها تكون باردة نسبيا في ساعات الليل والصباح الباكر، تظهر بعض السحب والغيوم المنخفضة في بعض المناطق الجبلية الشمالية والوسطى من المملكة. يوم الثلاثاء أيضا لا تغييرات هامة على الحالة الجوية كما نلاحظ، تبقى الأجواء مشابهة، تبقى الأجواء لطيفة خريفية في ساعات النهار لكنها باردة نسبيا في ساعات الليل، إلى باردة بشكل لافت في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر في مناطق عدة، تشمل مثلا مناطق المرتفعات الجبلية العالية، مناطق السهول الشرقية، وبعض مناطق أيضا البادية. يوم الأربعاء تميل قليلا درجات الحرارة للارتفاع بشكل قد يكون غير محسوس، درجة الحرارة تصل في العاصمة إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار، 20 درجة مئوية مثلا في جبال الشراء، 31 درجة مئوية في خليج العقبة، 26 درجة مئوية في البادية الجنوبية، و28 درجة مئوية في البادية الشرقية، وتكون 25 درجة مئوية في منطقة ومدينة إربد في شمال المملكة. يوم الخميس من المتوقع أن يزداد تأثير منخفض ما يسمى بمنخفض البحر الأحمر. هذا المنخفض يأتي ضمن تأثيرات مناخية معتادة في مناخ المملكة في فصل الخريف، وهو يندفع من الجنوب باتجاه المنطقة، يعمل على رفع درجات الحرارة أحيانا ويعمل على ازدياد في نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، وتبدأ كميات من السحب والغيوم بالظهور. عندما يقترن هذا الامتداد مع تواجد للهواء البارد في طبقات الجو العليا تنشأ حالات عدم الاستقرار الجوي، لكن حتى ما هو واضح حتى اللحظة بأنه في نهاية الأسبوع القادم يتعمق هذا المنخفض منخفض البحر الأحمر دون أن يجلب معه حالات عدم استقرار، إنما نشاطا لافتا في الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية التي ستعمل على زيادة البرودة، الإحساس بالبرودة خاصة في ساعات الليل، وسنشهد أننا سنتعرض عند نشاط هذه الرياح لأننا سنشعر ببرودة أكثر من الأيام التي تسبق هذا التأثير. الأمر الآخر هو ازدياد تأثير كميات السحب والغيوم في سماء المملكة، إضافة إلى أيضا ارتفاع نسبة الأتربة والغبار في الأجواء خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة. تبقى درجات الحرارة تقريبا مشابهة لما كانت عليه خلال هذا الأسبوع، وهي أقل من المعدلات المعتادة بقليل. لا تغيير على الحالة الجوية يوم الجمعة مع انتشار للسحب والغيوم في كافة المناطق، نشاط في الرياح الشرقية، إثارة للغبار في بعض المناطق، وزيادة الإحساس بالبرودة في ساعات الليل. إذن هذا كان كل ما لدينا طبعا بشأن الحالة الجوية لهذا الأسبوع الذي ينتهي معه أيضا هذا الأسبوع، وفي نهاية الأسبوع القادم نتحول إلى التوقيت الشتوي أيضا. نتوقع حتى نهاية هذا الأسبوع أن تبقى درجات حرارة دون المعتاد، أجواء أبرد في ساعات الليل، وتأثيرات منخفض البحر الأحمر مع نهاية هذا الأسبوع. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية.
بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.